عبد الفتاح السيسي يبحث قضايا الإرهاب مع وفد برلماني فرنسي ويؤكد لمستثمر روسي أن مصر تولي اهتماما كبيرا لتوفير احتياجاتها من الطاقة. في العام الأول من رئاسة السيسي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض نسبة البطالة ونشاط دبلوماسي عربي وعالمي. قبل يومين من قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث، اجتماعات تحضيرية في شرم الشيخ بشأن اتفاقية للتجارة الحرة. الثامنة مساء هنا في القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، تحية لكم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة بدايتها مع فوزي جد الله. إليك فوزي. أشكرك أمل. السيدات والسادة، تحية لحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استقرار منطقة البحر المتوسط ومكافحة الإرهاب واستقرار الأوضاع في ليبيا. تأكيدات الرئيس السيسي جاءت خلال لقائه بوفد برلماني فرنسي، حيث شدد على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا للتصدي للإرهاب ووقف إمدادات السلاح للجماعات المتطرفة هناك. وجدد الرئيس تأكيده ضرورة مكافحة الإرهاب برؤية شاملة دون انتقائية. ومن جانبه أشاد الوفد البرلماني الفرنسي بدور مصر المحوري في المنطقة وإفريقيا، كذلك بالعلاقات المتميزة بين البلدين. على صعيد آخر، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي إشادته بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا. إشادة الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله لرئيس مجلس إدارة مجموعة روزاتوم الروسية العاملة في مجال بناء المحطات النووية سيرجي كريانكو. وأشار الرئيس خلال اللقاء إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا لتوفير احتياجاتها من الطاقة، سواء على صعيد الاحتياجات المحلية للمواطنين أو على مستوى الوفاء بمتطلبات الاستثمار والمشروعات الجديدة التي تتم إقامتها في مصر. من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة مجموعة روزاتوم عرضا مقترحا لإنشاء محطة للطاقة النووية المصرية لإنتاج الكهرباء وفقا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية. قدم رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تقريرا عن أداء الحكومة خلال عام إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. محلب أشار في تقريره إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة حقق نجاحات عدة بشهادات دولية، حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 6% خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أن كانت 1.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة استطاعت في عام واحد أن ترفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كذلك نجحت في إصلاح منظومة الدعم. كما أكد محلب لبن الحكومة نجحت في حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة رغم اهتمامها بجذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات القومية. وتمر اليوم الذكرى الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه، وشهد العام الأول من حكم الرئيس السيسي نشاطا مكثفا في العديد من المجالات بشكل عام والسياسة الخارجية المصرية بشكل خاص. الرئيس السيسي أكد على انفتاح مصر على العالم وعلى حرصها على استعادة دورها المحوري على الساحتين العربية والإفريقية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. عندما نتحدث عن العام الأول لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية الرسمية رئيسا منتخبا لجمهورية مصر العربية، تذكر العديد من الإنجازات على المستوى الداخلي والخارجي، وسيذكر التاريخ أن الرئيس السيسي استطاع في وقت قياسي تغيير أوجه سياسة مصر الخارجية. في غضون عام واحد فقط استطاع أن يعيد لمصر مكانتها التاريخية المرموقة بين مختلف دول العالم.
ظروف الدولية والإقليمية ظروف غير مسبوقة بتمر بها مصر، فإحنا عندنا وقت قصير وظروف غير اعتيادية وغير مسبوقة ولم نراها في حياتنا في تاريخنا الحديث. وبالتالي لو هنتكلم عن إنجاز هنقول لا، يبقى حجم الإنجاز كبير جدا بقياس أن الزمن كان قليل والتحديات خطيرة وكبيرة. إيمانه بالقوة الناعمة المصرية بكل روافدها وتحركه المستمر لإعادة مصر لمكانتها الرائدة في العالم في المجال الثقافي، في المجال الفني، في كافة المجالات ذات الصلة. يعني على سبيل المثال لو لاحظنا الفترة اللي فاتت هنلاقي ان تم إعادة اكبر عدد من الآثار المصرية المهربة في خلال عام واحد، وهذا اتصور انه انجاز مهم جدا. وعلى قدر الأهمية والضرورة التي اتسمت بها الزيارات التي قام بها الرئيس للخارج، نجد أن هناك توافقا في الرؤى بين مجمل المتابعين لعلاقات مصر الخارجية بأنها شكلت ملمحا مهما على طريق عودة مصر واستعادتها لدورها الهام على الساحات العربية والإفريقية والدولية. قام بعملية فتح جسور التواصل بيننا وبين أفريقيا كاملة، بداية حل المشكلة ما بيننا وبين أثيوبيا، العلاقات الخارجية ما بيننا وبين جميع دول العالم سواء كان روسيا والصين وأوروبا بالكامل. سياسة الرئيس الخارجية يعني بتسير بخطة ثابتة لعودة مصر لمكانها الحقيقي، دورها الريادي، وخاصة مع دول بتتسم بالقيادة على مستوى العالم من الزيارات لروسيا والألمانيا والأسبانيا، وعودة مصر للمجتمع الدولي وبقوة شديدة جدا. العام الأول لتولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم يعكس قدرته على إعادة العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم على أسس تستند على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويبقى وجه مصر مشرقا وهي تستدبر عاما وتستقبل آخر في مسيرة العطاء والبناء والتنمية، ويبقى نبت مصر الطيب الرئيس عبد الفتاح السيسي ربان السفينة قائدا محنكا وسط التحديات والأنواء لترسو سفينة الوطن رويدا رويدا وبثقة بالغة على شاطئ الأمان والاستقرار. أمل صبري، النيل. ومنذ اليوم الأول لتوليه مهام الرئاسة حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم إضاعة أي وقت والعمل بشكل جاد. ودعا الرئيس السيسي الشعب المصري إلى ضرورة العمل وإعادة عجلة الإنتاج من جديد. أنا عايز أقول لكم على حاجة، إحنا ما عندناش وقت، إحنا بنسابق الزمن لأن إحنا متأخرين قوي. هو ذلك الوقت أيضا الذي عمل فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال عام من حكمه للبلاد على مستقبل أفضل لأبناء الدولة المصرية وتحقيق إنجازات كبيرة على قوى الشر والإرهاب والعملية على عودة مصر إلى مكانتها الدولية حتى تتحقق آمال وتطلعات الشعب المصري. هو عام مليء بالتحديات سواء في الداخل، في الإقليم، مستوى الدولي، إذن في تحديات كتير، ولكن رغم هذه التحديات المتعددة وعلى مستويات مختلفة واقتصادية وسياسية وأمنية وغيره، إلا أن مصر بتسير يعني بخطى واثقة في طريق التغلب على هذه التحديات، وأن يكون لها دور مهم ومؤثر كما كانت دائما سواء في إقليمها في المنطقة العربية أو على مستوى العالم، وده اللي احنا بنأمل فيه جميعا. تنمية اقتصادية مستدامة حاول الرئيس إرساءها طوال العام الماضي، وذلك من خلال مشروعات كبيرة مثل قناة السويس ومشروعات الطاقة وشبكة الطرق القومية واستصلاح الأراضي. النهاردة بنتمنى انه يكون معدل النمو ان شاء الله يصل لثلاثة ونص او اربعة، وده الميزة اللي موجودة فيه اللي أرجو الناس تتفهمه، إن يبقى أكتر من نمو السكاني. إن شاء الله يبقى عندنا قوة اقتصادية بالاستثمارات الأجنبية اللي ممكن تيجي، ورئيس السيسي وعد كل المستثمرين وفعلا اتعمل قانون الاستثمار الجديد، وقال إن اللائحة التنفيذية للقانون الاستثمار سوف تصدر قريبا، يعني في معدل شهر أو شهر ونص بكتير. خطوات هامة نحو تحقيق البعد الاجتماعي تمثلت في تطوير العشوائي عن طريق تخصيص مبالغ كبيرة من صندوق تحيا مصر وإطلاق مبادرة مصر بدون غارمات لتحقيق الأمن الاجتماعي ورفع معاشات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بنسبة 50%.
لما ننظر مثلا للميزانية الحكومة المصرية سنة 2014 و15، 65% منها ذهبت إلى برامج التنمية الاجتماعية، وده شيء مهم جدا. الوصول لمحدود الدخل سواء البرامج اللي هي عاملها وزارة الشؤون الاجتماعية في الصعيد، الميزانية اللي خصصت للعشوائيات اللي ساكن فيها 18 مليون في مصر و2 مليون ساكنين في المقابر ارتفعت ل 115%. ونحن على اعتاب العام الثاني من حكم الرئيس السيسي للبلاد، يرى السياسيون ان دعم الشعب المصري ووقوفه خلف رئيسه سيكون له دور كبير نحو نجاح خطوات التنمية الاقتصادية والاصلاح السياسي. اشرف ابراهيم، النيل. حول ملف الإعلام تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية. دكتورة ليلى، تحياتي لك أولا. والرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته الأولى خلال عام دائما يؤكد على أهمية دور الإعلام في تقدم الوطن. هل من وجهة نظرك شهد الإعلام في مصر من المتغيرات ما يواكب ما ينادي به الرئيس؟ أنا عايزة أقول إن الرئيس كان مدرك لأهمية دور الإعلام حتى قبل أن يتولى الرئاسة، ولذلك كان دائما الحديث عن دور الإعلام وأهمية دوره في إحداث التغيير الموجود في المجتمع، بالذات إن إحنا محتاجين لثورة اجتماعية ثقافية أخلاقية، لأنه إحنا عندنا مشاكل كتير في هذا السياق. وأنا عايزة أقول إنه أنا في رأيي تقييمي النهائي إن الإعلام لم يشهد ما كان مأمولا ولم يحقق ما كنا نطمح إليه. إحنا يمكن اللي نقدر نتكلم عنه من إنجازات هو إنه اللجنة التي تم تشكيلها من 50 من الخبراء من بين المجلس الأعلى للصحافة والنقاط الصحفيين وعدد من الخبراء والأكاديميين، استطاعت أخيرا الحمد لله إنها تنتهي من مسودة قانون الإعلام الموحد اللي بينظم كل الإعلام في مصر عام وخاص، مطبوع ومسموع مرئي وإلكتروني. عندنا امل ان شاء الله انه بسرعه بقى يتم مناقشه هذه المسوده وتاخذ طريقها الى اننا نغير الاطار التشريعي والقانوني. دي مساله مهمه جدا. يمكن برضو على المستوى ده نقدر نتكلم على انه في اهتمام بمشكلات الاعلام العام، يعني سواء اتحاد الاذاعه والتلفزيون، يعني اكثر من مره رئيس الوزراء يعني على تحدث وتناقش مع المسؤولين في الاتحاد حوالين مواجهه الازمات الخاصة، الأزمات الاقتصادية بالذات الخاصة بالاتحاد. ويمكن كمان صدر تعديل تشريعي يسمح للاتحاد بأنه هو يتصرف في بعض أصوله لكي يحل مشكلة الديون المترافعة عليه. وكذلك على مستوى المؤسسات الصحفية القومية، يعني في حديث عن مشكلات ومحاولة بحث كيفية الوصول إلى حلول إليها، لكن كإنجاز انا بقول لا، احنا لسه قدامنا. طيب دكتوره، نعم. طيب دكتوره ليلى، تقييمك الى ما قدم من محتوى هل يواكب هو الاخر؟ انا بتكلم بشكل عام، المشروعات القوميه اللي اقيمت على ارض مصر او على الاقل اللي بدا اقامتها على الاراضي المصريه، هل الاعلام يواكب هذه المشاريع؟ ايوه، خلينا نكون منصفين ونقول اولا الاعلام ما نقدرش نحط كل القنوات والصحف والاذاعات كلها في تقييم واحد في سله واحده. لا، يعني بالتاكيد في قنوات وفي صحف استطاعت يعني او ساهمت بدور مهم جدا في الحديث عن المشروعات القوميه ومتابعه قدر الامكان. يعني طبعا احنا كنا نحب نتابع مثلا مشروع زي قناه السويس أكثر، لكن في اهتمام إلى حد ما، في برضو محاولة والاهتمام بمواجهة الإرهاب، ودي قضية كبيرة جدا. لكن بالتأكيد في مشكلات في الإعلام سواء في الأداء المهني أو الأداء الأخلاقي، وده اللي كان يعني بيخلينا مع غياب رؤية. يعني إحنا محتاجين إعلامنا القومي سواء كان عاما مملوكا للدولة أو خاصا مملوكا للقطاع الخاص، إن هو يكون له رؤية، بالذات في ظل الوضع الراهن اللي بتواجهه مصر بمواجهة حرب وإرهاب داخل، يعني بنواجه أعداء كتير في الداخل والخارج. نعم. بالتأكيد لو كان الإعلام عنده هذه الرؤية اللي احنا بنطمح إليها كان هيقدر يلعب دور أكثر، لكن ما نقدرش ننكر إن الإعلام كان له دور فاهم ولعب دور. عشان نبقى منصفين، الإعلاميين مهددين
عدد كبير من الإعلاميين مهددين ومستهدفين، وفي الفترات السابقة شهدنا منهم شهداء وشهدنا منهم جرحى وضحايا للعمليات الإرهابية. نعم. وبالتالي يعني خلينا نكون نقول إن إحنا ما ننتظر من الإعلام أكثر، وده بيعكس خطورة دور الإعلاميين وخطورة دور الإعلام ووعي المواطنين حاسين بأن ده دور مهم، ولذلك هم دائمي الشكوى والنقد ليكم لأنهم بينتظروا الأكثر والأكثر، لأن الإعلام بالفعل أصبح مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا وما زال يحتاج الكثير. نعم بالضبط. بأن أنا شايفة الإعلام الإلكتروني هو اللي عليه مشاكل كتير. يمكن أخيرا قال لنا وزير الاتصالات أنه قدم مشروع قانون جديد للإعلام الإلكتروني. نعم. فبنأمل أنه ده يصدر، لأن إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم الإعلام الإلكتروني. نعم. وشبكات التواصل. صحيح. مجال للإرهابيين والعنف والدعوة للعنف ضد المواطنين وضد رجال الشرطة وضد القضاء وضد الجيش. نعم. إحنا محتاجين وقفة مهمة جدا لتقنين الإعلام دوت عشان يقدر يعني يحقق الأهداف العظيمة اللي احنا بنأملها من هذه الثورة التكنولوجية. تمام. اللي بيشهدها العالم ونحن جزء منها. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية. تحديات عدة واجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام من رئاسته، إلا أنه استطاع التصدي لها بشهادة الخبراء متسلحا بقدرة المصريين ورغبتهم في النجاح والإنجاز. العام الأول من فترة حكم السيسي شهدت إنجازات في مختلف المجالات، بداية من عودة الأمن إلى كافة ربوع البلاد وتعزيز مصر لعلاقاتها مع مختلف دول العالم. تولى رئيس عبد الفتاح السيسي سيدة الحكم في 8 يونيو من العام الماضي، والدولة تواجه تحديات كبيرة قد تكون الأخطر على مدار تاريخها، ما بين إرهاب أسود يعيث بين ربوعها قتلا وتدميرا، واقتصاد منهك، وموقف سياسي دولي ملتبس لا تعترف فيه كثير من الدول بإرادة المصريين التي ظهرت جلية في ثورة 30 يونيو عام 2013. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لحفر قناة السويس الجديدة كمشروع قومي طموح لتنمية هذا الشريان المائي المهم الذي يربط المشرق بالمغرب ويضمن لمصر مكانتها كمركز حيوي للتجارة. وأدت المعدلات الهائلة غير المسبوقة لتنفيذ هذا المشروع بسواعد المصريين إلى انتهاء الحفر الجاف بنسبة 100% في أزمنة قياسية، ومن المقرر افتتاحها في 6 أغسطس القادم. أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعا قوميا آخر لمضاعفة شبكة الطرق التي تم بناؤها في تاريخ مصر الحديث في عام واحد فقط للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وقد تم التنفيذ بمعدلات بلغت حوالي 50% من الأعمال المستهدفة. وفي أغسطس القادم يتوج افتتاح الجزء الأكبر من هذه الشبكة ليكون ذلك إنجازا جديدا يبرز عظمة المصريين. الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى كذلك اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل والفقراء وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات من بينها تطبيق الحد الأدنى للأجور ليصبح 1200 جنيه للفرد، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الخبز الجديدة وكذلك منظومة الكروت الذكية للوقود لضمان وصول الدعم لمستحقيه. هذا فضلا عن إطلاق مبادرة مصر بلا غارمات لتحقيق الأمن الاجتماعي، وكذلك البدء في تنفيذ المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا وغيرها. وفيما يتعلق بتعزيز دور الشباب في المشاركة المجتمعية وصنع القرار، استعان الرئيس السيسي بكثير من الشباب وأولى عناية لتأهيلهم لتولي القيادة، كما رعى الرئيس مجموعة من الكيانات الشبابية لتمكينهم كل في قطاعه، كما تعد رئاسة الجمهورية مشروعا لتأهيل الشباب سياسيا ومجتمعيا بقدرة استيعابية حوالي 2000 شاب سنويا. وفي مجال السياسة الخارجية عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعادة مصر لمكانتها الإقليمية وأيضا الدولية، وتحققت نتائج إيجابية بارزة في هذا الملف، من أبرزها استعادة عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، ووقعت مصر إعلان المبادئ مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، كما زار الرئيس كثيرا من دول العالم وعقد صفقات اقتصادية وعسكرية ضخمة ونال اعترافا دوليا مستحقا بإرادة المصريين في ثورة 30 يونيو.
أما في مجال تشجيع الصناعة المصرية فقد قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بضخ مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل حوالي 73 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغار. كما عملت الدولة على تطوير المناطق الصناعية في 22 محافظة بمبلغ 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات المحلية من خلال إصدار القرار الجمهوري بقانون التفضيل المنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية. ومن بين الإنجازات التي شهدها العام الأول من فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تحقق في مجال الطاقة الكهربائية التي تعاني مشاكل كبرى وعجزا ضخما، حيث ضخ 6.3 جيجا إلى الشبكة الكهربائية في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لإصلاح منظومة الكهرباء، بالإضافة إلى التعاقد على 1300 ميجا وبدء التنفيذ فعليا. وفي إطار جهود مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن للشارع المصري فقد تم ضبط أكثر من 250 بؤرة إرهابية وتحرك إخواني والقبض على ما يقرب من 1700 متهم وضبط نحو 3000 بؤرة إجرامية، فضلا عن كشف غموض العشرات من جرائم الخطف وتنفيذ ملايين الأحكام القضائية وضبط المئات من الأسلحة والعبوات الناسفة وخفض معدلات الجريمة والتعديات على الأراضي الزراعية. تتواصل في مدينة شرم الشيخ الاجتماعات التحضيرية لاتفاقية التجارة الحرة بين 26 دولة إفريقية. تهدف الاجتماعات لوضع النقاط الأخيرة على نص الاتفاقية تمهيدا لتوقيعها من قبل رؤساء الدول خلال قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة الرئيسية التي تعقد الأربعاء القادم. تمنح الاتفاقية للدول المشتركة فيها مزايا جمركية فيما يخص سلع معينة، كما تهدف لإقامة منطقة للتجارة الحرة بينهم لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقا مشتركا. وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وجه وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق باتخاذ الإجراءات التصحيحية للتعليم المفتوح الذي وصفه بأنه خرج عن مساره. جاء هذا خلال لقاء محلب مع وزير التعليم العالي وعدد من المسؤولين بالوزارة. من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بمعهد القلب القومي وأن تكون هناك خدمات للمرضى على أعلى مستوى، كما أشار خلال لقائه مع وزير الصحة إلى أن هناك فكرة بتحويل المعهد إلى وحدة ذات طبيعة خاصة تتبع وزير الصحة مباشرة، ويتم منح عدد من الأطباء بالمعهد تفرغا كاملا. كما كلف محلب وزير الصحة بالإعداد الاجتماعي الموسع مع الشركات المنتجة لدواء فيروس سي للاتفاق على سعر محدد ومنخفض. دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، دعا حكماء الشرق والغرب بالتكاتف لوقف وباء الإرهاب والعنف اللذين يهددان العالم. جاءت دعوة الإمام الأكبر خلال كلمته في افتتاح ملتقى حكماء الشرق والغرب في فلورنسا بإيطاليا. أما الأمر الثاني فهو هذا الخطر الداهم الذي يتهددنا جميعا، وأعني به الإرهاب والعنف اللذين يهددان العالم وأيضا كل ما تناسل منهما من تنظيم وجماعات وحركات مسلحة ترتدي في كثير من الأحيان رداء الأديان وتوظف كتبها المقدسة في الاعتداء على الآخرين وقتلهم وسلب أموالهم وتشريدهم من بلادهم. ولا مفر من التكاتف لوقف هذا الوباء، وحضراتكم حكماء الشرق والغرب أعلم الناس بأسباب هذا الوباء الذي ينطلق دائما من قراءات مغلوطة للكتب المقدسة ومن سياسات عالمية عمياء تدعمه ومن أموال هائلة لا ينفق عشر معشارها لمحاربة الفقر والجهل والمرض والتخلف في بلدان العالم الثالث. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر لجهود الحكومة الليبية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ومواجهة المنظمات الإرهابية. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الليبي محمد الدائري الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر. نثمن كثيرا الجهود التي يبذلها معالي الوزير والرئيس عقيلة صالح والإخوة في طبرق في العمل بإيجابية حتى الآن لقبول ثلاثة مرات طرح خلالها المبعوث الأممي لتصوره حول احتواء هذه الأزمة، وكان دائما هناك تفاعل إيجابية من قبل الحكومة الشرعية من منطلق إحساسها بالمسؤولية لتحقيق الاستقرار للشعب الليبي.
من جانبه قال وزير الخارجية الليبي محمد الديري أن الساعات القادمة حاسمة بشأن تحديد مستقبل الليبيين، في إشارة للمحادثات الجارية في المغرب بشأن تشكيل حكومة توافق وطني، كما أشاد بالجهود التي تبذلها مصر من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا. هناك اتصال وثيق بيني وبين معالي الوزير، وهذا ما يدعونا إلى الاطمئنان في ليبيا، بالنظر إلى أن الدعم دعم مصر هو مصدر قوة لليبيا. ليبيا تواجه بالفعل مراحل صعبة، خاصة وأن خطر داعش يداهمنا في ليبيا ودول الجوار بطريقة أكثر خطورة مما كان الأمر عليه منذ أشهر. فوجود مصر معنا في خندق واحد يطمئننا نحن في ليبيا، وهو مدعاة للفخر والاعتزاز. بالفعل نحن ننظر إلى الساعات المقبلة واليومين القادمين، والأمل يحدونا في أن تكون هناك رجاحة عقل في ليبيا، بحيث أن ينضم أكبر عدد ممكن من الليبيين إلى الوفاق الوطني الذي يطرح بإلحاح في هذه الأيام. على جانب آخر، حذر وزير الخارجية سامح شكري من خطورة الأوضاع الراهنة في سوريا، كما أشار إلى أن سوريا أصبحت في الوقت الراهن ملاذا آمنا للإرهابيين. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة. التوصل لوثيقة عهد وطني وإطلاق تجمع بديل للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يتولى التفاوض مع النظام لتسوية النزاع المستمر منذ 4 سنوات، يأتيان في مقدمة أهداف انعقاد مؤتمر القاهرة الذي يشارك فيه رموز المعارضة السورية في الداخل والخارج دون استثناء. وضع برنامج لتهيئة المناخ للتسوية السياسية التاريخية قبل وأثناء التفاوض والسعي لوقف الصراع المسلح على كافة الأراضي السورية. التزام كافة الأطراف الدولية والإقليمية بإدانة وجود المقاتلين غير السوريين وأخراجهم من سوريا وتجفيف منابع التمويل والدعم لهم. وتحرص مصر على دعم جهود المعارضة السورية للتوافق حول رؤية محددة لإنهاء الأزمة بما يضمن السيادة السورية والوحدة بين مكونات الشعب السوري. فمصر لم تسعى لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقا لمصالحها وأهدافها، وستظل دوما على استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب. بدوره حمل الأمين العام للجامعة العربية النظام السوري المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الشعب، مشددا على أن الحل يجب أن يكون سلميا وبإرادة سورية حرة. كل هذا يتطلب تضافر جميع جهود الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات هذه الأزمة وتحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية لإنقاذ سوريا والشعب السوري. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، واتساقا بالمشهد السوري ومؤتمر المعارضة السورية في الداخل، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد السفير السيد أمين شلبي المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية. سيد سفير، تحياتي أولا. في تقديرك أنت، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا المؤتمر فرصة لرموز المعارضة السورية في الداخل والخارج للاتفاق على آلية للتسوية السياسية للأزمة السورية؟ يعني باعتبار أن القوى المعارضة السورية بتنعقد للمرة الثانية في مصر، لازم أن نفهم أن هذا يعكس رغبة وتطلع الشعب المصري والحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السورية وإنهاء المعاناة التي يعانيها الشعب السوري على مدى السنوات الأربع الماضية. هذا هو الإطار العام لمؤتمر أو لقاء قوى المعارضة السورية. كان اللقاء الأول في يناير الماضي، واللقاء اليوم وغدا أيضا في بين هذه القوى. وإن كان هناك تطور إيجابي، لأن لقاء يناير الماضي ضم قرابة 40 من ممثلي القوى السياسية وقوى المعارضة السورية، اليوم اللقاء يضم أكثر من 140 من ممثلي القوى السياسية. هذا يعني اتساع قاعدة القوى التي تود أن تتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.
والتصور أن الدوافع لإنعقاد وعقد هذا المؤتمر اليوم وغدا هو خلق أجواء للعمل المشترك والتحرك الجماعي لإعادة إحياء العملية السياسية وتأسيس لمقومات الخيار الوطني استجابة لتطلعات الشعب السوري المشروعة والحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا والحفاظ على الدولة السورية بكامل مؤسساتها من خلال تنفيذ بيان جنيف الأول لعام 2012. أشكرك جدا السيد السفير أمين شلبي المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية وعفوا للمقاطعة، شكرا جزيلا. وفي هذه النشرة ولكن بعد الفاصل، الرئيس اليمني يقول إن المشاركة في مؤتمر جنيف تأتي تنفيذا لقرار مجلس الأمن، وطائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين وحلفائهم. ونتابع فيها أيضا على هامش قمة الدول الصناعية بألمانيا، أوباما يقول أنه لا يزال واثقا من هزيمة تنظيم داعش في العراق. بانوراما نيل تتواصل مع حضراتكم مشاهدين، ولكن في مجموعة من الأنباء الاقتصادية. أخبار الاقتصاد في هذه النشرة مع محمد سليمان، إليك محمد. أشكرك أمل وشكرا لك فوزي، مرحبا بكم. وهذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة ونتابع فيها بعد الفصل. وزراء تجارة أكبر ثلاثة تكتلات اقتصادية أفريقية يعلنون أن اتفاقية التبادل الحر بين دولهم باتت مكتملة وجاهزة للتوقيع. مرحبا بكم مجددا، ونبدأ أخبارنا الاقتصادية من مدينة شرم الشيخ، حيث أعلن وزراء التجارة والمال في 26 دولة أفريقية يمثلون دول التكتلات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا وتجمع شرق أفريقيا والساداك، أعلنوا أن اتفاقية التبادل الحر بين التكتلات الثلاثة باتت مكتملة وجاهزة للتوقيع. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار لتعريفة جمركية تفصيلية تسهل حركة البضائع بين الدول الأعضاء. صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الإفريقية ترسم معالمها مدينة السلام. هنا في شرم الشيخ أعلن وزراء التجارة والمال في 26 دولة يمثلون دول التكتلات الاقتصادية الأفريقية ثلاثة، أعلنوا أن اتفاقية التبادل الحر بين التكتلات الثلاث باتت مكتملة وجاهزة للتوقيع من جانب رؤساء الدول الذين سيعقدون قمة لهذا الغرض الأربعاء. ويعمل الاتفاق على توسيع وزيادة حركة التجارة وتسهيل انتقال البضائع والسلع والخدمات بين الدول 26 المشاركة في هذا الاتفاق وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد. إنشاء منطقة تجارة حرة بين 26 دولة أفريقية من شأنه توسيع حجم الأسواق المحلية للدول الأعضاء بما يتيح لمنتجيها الاستفادة بوفرات الإنتاج الكبير وزيادة قدرتهم التنافسية. كما يوفر الاتفاق خفضا للتعريفة الجمركية المفروضة على البضائع وتقليل تكلفة النقل وتطوير أساليب التجارة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية بما يحقق نقلة نوعية في اقتصاديات تلك الدول الأفريقية. علينا أن نبذل مجهود لإضافة والارتقاء بمستوى البنية الأساسية، أن نزيد من وسائل النقل والانتقال، وأيضا أنا بدعو جميع الدول على الاعتناء والاهتمام بالدول الحبيسة بإقامة مناطق لوجستية لخدمة هذه الأسواق.
قمة شرم الشيخ التي ستعقد الأربعاء ستشهد تتويج 5 سنوات من المفاوضات بإطلاق منطقة التبادل الحر الثلاثية الأطراف التي تضم السوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا كوماسا ومجموعة شرق إفريقيا ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، أي ما يزيد عن 625 مليون نسمة وأكثر من 1000 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي. عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعا اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي عرضا حول مقترح إنشاء صندوق أملاك لتطوير أملاك مصر ليكون صندوقا مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي. وأشار الوزير إلى أن الصندوق يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية. توقع وزير المالية هاني قدري اليوم أن تنخفض معدلات التضخم في مصر دون 10% بمجرد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على نمو الاقتصاد المصري خلال العام الماضي. جاءت تصريحات الوزير على هامش أعمال مؤتمر اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي ينظمه المعهد الملكي للشؤون الدولية بواسطة لندن. مسألة هنا أنك أنت أصبحت بتتحول إلى نموذج جديد من النمو، بتتجه إلى إطار جديد أو مسار جديد من النمو، هو النمو الشامل الذي يشمل معظم طبقات المجتمع. دايما ما فيش أبدا نقدر نقول ثمار تنمية وثمار نمو إنها كأنها فلاش، ضوء فلاش، لا، دي بتيجي بالتدريج، لكن من الواضح ان الاتجاهات كلها مؤشرات كلها للأحسن، واضح انك انت بتتكلم على معدلات نمو عالية. تعقد البورصة المصرية غدا مؤتمر المستثمرين الثاني الذي يستهدف استعراض خطتها الاستراتيجية في دعم خطط التنمية من خلال دعم الشركات الحكومية والخاصة للحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو. على صعيد حركة التداولات اليوم الاثنين، بدلت مؤشرات السوق اتجاهها إلى الانخفاض في ختام التعاملات مدفوعة بعمليات بيع من مؤسسات قابلتها عمليات شراء محدودة من المستثمرين. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 65%، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 21%. قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن مصر تلقت أول شهادة تقدير دولية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وذلك بشأن قدرتها على خفض معاناة الفقر ومكافحة الجوع لأقل من 5%. جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 39 للمؤتمر العام للفاو التي تعقد في العاصمة الإيطالية روما. بمناسبة المؤتمر 39 لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، تم تكريم مصر ضمن مجموعة الدول القادرة على تحقيق هدف خفض معدلات الجوع إلى أقل من 5%. الاحتفالية بالتكريم مصر على أساس أنه من أهداف المنظمة في الألفية الإنمائية، أحد أهدافها هو الحد من الجوع على مستوى الدول النامية. يمكن مصر على أساس أنها المعدلات الفقر أقل من 5%، ويمكن أحد المشروعات اللي احنا بنستهدفها ومعايا معالي وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، اللي هو أحد المشروعات ان احنا نعمل المشروعات دي على مستوى المحافظات جميعها. يعني دي يمكن قعدت بعد كده مع معالي الوزير التنمية المحلية والتقينا بفريتسيانو دي سيلفا وهنأناه على المنصب الجديد، ويمكن طلبت منه خلال المرحلة القادمة أن يكون في هناك تعاون في عدة موضوعات. الموضوع الأولاني هو إدارة المية، لأن احنا نحب قوي في الفترة القادمة نستهلك المية بمعدلات صحيحة ونستفيد بخبرات الفاو في هذا المجال. قلت أيضا أن احنا نستفيد بخبرات الفاو في معالجة أو عمل منظومة للسيطرة على إنفلونزا الطيور. أيضا نستفيد بخبرات الفاو في إيجاد قاعدة معلومات قوية في التغيرات المناخية
على أساس نستطيع أن احنا من خلال التغيرات المناخية دي نستطيع إيجاد منظومة جديدة لتنمية المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والرز والذرة وما إلى ذلك. وفيما يتعلق بمدى مساهمة منظمة فاو في الفترة المقبلة لتطوير الجهود المصرية الزراعية والدراسات التنموية، وده طبعا مشروع بيهمنا جدا على مستوى كل قرى المحافظات، وأدرك أيضا في جدول عملنا مع السيد مدير المنظمة، وعلى أساس نحن هناك بعض المشروعات اللي بتنمي الريف بالذات وخاصة في التنمية المجتمعية والبشرية، واتفق أن احنا هنناقش أيضا النهاردة هنناقش مع هذا الموضوع. أيضا بالنسبة لمكافحة الفقر، ومكافحة الفقر ده عملية مهمة جدا أو الحد من الفقر، وأيضا أنا ومعالي وزير الزراعة تحدثنا في هذا الموضوع، وإن شاء الله هيدرج إن شاء الله في الفترة القادمة بالنسبة للبرنامج الأغذية أو منظمة الأغذية العالمية فاو. وده كان أهم الحاجات اللي هي بتهمنا في المشروع، مدى مساهمة المنظمة خلال الفترة القادمة بالنسبة للحد من الفقر في القرى الأكثر احتياجا في مصر. أيضا تم مناقشة النهاردة مع الوزير، كان في بعض الشركات المؤسسات، كانت وزارة مصر ووزارة سيادة الوزير سيادة وزير الزراعة من أجل تدوير المخلفات الزراعية. شاركت مصر حفل تكريم 72 دولة حققت هدف خفض المعاناة الغذائية ضمن التطلعات الإنمائية الجديدة، بما يدعم سياسة الأولويات التي تتخذها مصر لضمان الميزانيات الوطنية للارتقاء بالمكانة الشعبية التي تقيمها منظمة الأغذية والزراعة الأممية فاو. مراسل قناة النيل عبد الحليم إسماعيل، روما. ختام أخبارنا الاقتصادية في بنوم الثامنة، وعودة لزميلي فوزي جد الله وأمر رجدي. شكرا لك محمد. في الشأن اليمني، قال الرئيس هادي إن موافقة الحكومة اليمنية على حضور مؤتمر جنيف ليس للتصالح مع الحوثيين، وإنما لبحث سبل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي. ميدانيا، قصفت طائرات دول التحالف العربي مكتب نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وسط صنعاء، كما استهدفت مقر اللجنة الدائمة السابقة لحزب المؤتمر الشعبي العام وقيادة معسكر قوات الأمن الخاصة. أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه ليس لديه بعد استراتيجية كاملة لمحاربة تنظيم داعش. وأضاف أوباما خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على هامش قمة الدول الصناعية السبع في ألمانيا أنه يجب على الجانب العراقي إبداء بعض الالتزامات وتوضيح كيفية تجنيد وتدريب القوات العراقية. وأشار أوباما إلى أنه يمكن إخراج تنظيم داعش من العراق، إلا أن ذلك سيستغرق وقتا ومجهودا من جانب العراقيين لتشكيل حكومة تضم مختلف الأطياف العراقية. ولن نتوقف مع الأخبار الرياضية في هذه النشرة، ونتابع مع حضراتكم مشاهدين الكرام هذه الأنباء الرياضية مع زميلة إيمان الشيخ. تفاتكم بأبرز العناوين: السيسي يبحث قضايا الإرهاب مع وفد برلماني فرنسي، ويؤكد لمستثمر روسي أن مصر تولي اهتماما كبيرا لتوفير احتياجاتها من الطاقة. في العام الأول من رئاسة السيسي، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض نسبة البطالة ونشاط دبلوماسي عربي ودولي. قبل يومين من قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة، اجتماعات تحضيرية في مدينة شرم الشيخ بشأن اتفاقية التجارة الحرة. هذه النشرة في أمان الله.